يقول عبد الوحيد ابن عشر فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لمملوع عارض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرده وذا المختار وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامين سواك ولدد ترتيب مسنونه أو مع ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا لقدمه وكره الزيد على الفرد لدى مسح وفي الغسل على ما حدد